سألوا الأمم المتحدة وسألوا الدول العربية وسألوا المجرمين شو ذنب الأطفال وشو ذنب النساء اللي ساكنين بهالبيوت. هيسألوهم بس شو ذنبهم إنه يضربهم صواريخ فراغية حارقة الأبرياء؟ لا في مقرات ولا في هون جيش حر ولا في كتائب إسلامية ولا في حد. هو منطقة سكنية عالم ست سنين مهجرة، وين بدها تروح؟ ترجع على بيوتها لتتدمر بضربها بصواريخ فراغية حارقة؟ هاي قدامك الدمار، هاي قدامك الدمار، بيوت ساكنة آمنة. هذا صاروخ، هاي شجر أخضر، الأرض خضرة كانت مزروعة، انتبه كلها محروقة حرق. وصارت شهيدين بهذا البيت، يعني ما بس جرحى، عدد جرحى وشهيدين بهذا البيت.